لا شك هذا الملتقى هو الملتقى الأول العلمي الذي يتناول قضية أساسية في صلب العملية التعليمية وفي صلب اهتمامات وزارة التعليم، وهي قضية الشراكة مع الأسرة والمجتمع. ومن خلال هذا الملتقى طبعا سنحاول بإذن الله أن نطور الشراكة ونعزز العلاقة ما بين ولي الأمر وما بين المدرسة في سبيل طبعا تحقيق أهداف تربوية وتعليمية سامية. ولا شك أن الأسرة السعودية أسرة تهتم بأبنائها، تهتم بالتعليم، ولديها طبعا متابعة لما يدور في المدرسة من نشاطات ومن دروس، وبالتالي نريد أن نؤطر هذه العلاقة ونضعها في إطارها الصحيح. ولا شك أن هذا الملتقى سيطرح من خلاله كثير من أوراق العمل والتجارب الدولية في مجال العلاقة ما بين الأسرة والمجتمع والمدرسة. سيطرح الزملاء الخبراء في هذا المجال الأدلة والإجراءات اللازمة لكيفية تعامل المدرسة مع ولي الأمر وربط الأسرة بشكل أكبر مع ما يجري داخل المدرسة وتزويده بالأخبار. وأيضا من خلال المنصة الإلكترونية سيكون التفاعل أسهل وأقرب للتواصل مع ولي الأمر. ليس لدينا شك في أن الأسر بشكل عام سترحب بتطوير العلاقة، ولذلك احنا نريد أن نضمن بمشيئة الله أن المدرسة جاهزة بكل الوسائل والآليات التي تساهم في أن يجد الولي الأمر يعني يجد البيئة التي تساعده في الحضور والمشاركة والاستفسار عن أبنائه، ويجد الإجابات الصحيحة والشفافة حول كل ما يتعلق بسلوك أو أداء أبنائه في المدرسة.